السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناة فكرة دابور. اليوم نشوف مع بعضنا كيفية نزع وتركيب رأس الكاردون هذا المونشون نوع تات بابيون. النوع هذا يعني يعتبر نوع صعيب جدا في النزع والتركيب مقارنة مع زوز ولا ثلاث أنواع الأخرين. نشوفوا مع بعضنا الطريقة كيفاش. قبل ما نبدأ خاوتي نشوفوا مع بعضنا زوز تعليقات هادم هزيتهم من قناة مختصة في هذا المجال. التعليق الأول، الأخ هذا يطلب من صاحب القناة ينعت له طريقة تركيب لاتات بابيون. التعليق هذا عنده أكثر من 4 سنوات لحد الساعة، يعني صاحب القناة مازال ما رجعلوش. الأخ الثاني هذا كيف كيف يرد عليه صاحب القناة، يقول له تركيب راتات بابيون يتم بالتورنيفيس، هذا ما أستطيع قوله في الوقت الحاضر، هناك الكثير من الأشياء لا يمكن الإفصاح عنها. نركز على الجملة هذه، يعني الواحد يتأسف على شيء هذا، والحكم يبقى للمشاهد. التنحية تاعو يعني سهلة، بس حركوه تاعو شوية صعيب. نبدأ مع بعضنا، نحتاجو تورنيفيس يكون على الشكل هذا، من نوع من الحجم الكبير، يكون يعني قاع وحديد هنا باش نجمو نديرو ونضربو بالمارطو. ونحتاجو مارطو تكون كبيرة، نديروه كيما هكا على الوضعية هذه. كاين هذا هاي البابيون هنا اللي يجي حاكمه الواحد البرا هذا، هاي هنا بابيون، تجي هنا كعبة وتجي هنا كعبة وتجي هنا كعبة، هاي هنا نورمالمون باينة، يعني تجي هكا ثلاثية وتتلاح في المونشون هذا هنا، هذا هنا في البرا هذا تتلاح هنا في البرا. كي شغل واحد ريفيات، يعني كل جهة تتلاح فيها كعبة. نديرو على الشكل هذا هكا باه تجينا باينة هنا الريفية هذه هنا، ها على الشكل هذا. بعد ذلك وش نديرو، نحط التورنيفيس هنا، ها نحط التورنيفيس هكا على الشكل هذا، ونديرو نضربو بالمارطو. نشوفو مع بعضنا الطريقة كيفاش، يعني نديرو زوز جهات، نديرو هذه ونديرو جهة ثانية، بعد ذلك نجبدوه على الشكل هذا. نورمالمون طريقة سهلة، خلاص نديرو التورنيفيس هنا، نضربو ضربة قوية بس، هذه وحدة هاي ديجا ملصت. نزيدو نقلبو على الجهة الثانية هذه هنا نفس الشكل، يعني نفس الطريقة. نديرو التورنيفيس هنا ونضربوها كذلك، وش هو الضربة لازم تكون قوية شوية الضربة، الشكل هذا. هاي طارت معانا، طارت ريفية الدوسيا، هاكا نديروه نجبدو هاك، هو دار نلص معانا. شوفوا انا وش نلقاو فيه من الداخل، هاي البابيون هذه، ها بابيون، الشكل تاعها كيفاش يكون، يعني فيها 3 ريصال. عندنا الرسول ها ونلقاو هنا، يجي هنا، وعندنا الكعبة هذه، هاي شغل وحدة بيناز، وهذا هما هاهم لي بول هادم بيلعبوا هنا في ليزاكس هادم. هذه الطير الروسور يطير، هذه ما نقدرش نخرجوا، هذه الريفية هذه هنا،
شوفوا الله يستر على الريفيات. ها هنا يدخلوا، تدخل كعبة هنا وكعبة هنا وكعبة هنا، يعني ثلاثة ثلاثة هيك. بو هنا نديرو دركا في الركوب، في الركوب في الركوب وش راح نقول، في الركوب يعني نحتاج تورنيفيس، يعني لما نرجعوا هذا في مكانه نحتاج تورنيفيس صغير نريقلو به البابيان هذيك هنا، نريقلوها في الزوز هذا، في الزوز هذا نريقلوها ثم نديرو شرح نظري، وبعد ذلك نشوفه مع بعضنا شرح تطبيقي. الزوز هذوك نريقلوهم هنا بالتورنيفيس ابوبري، هنا الكعبة تكون هنا والأخرى تكون هنا، لأنه راح يبانو لنا غير زوز برك. زوز الراس الثالث اوتوماتيكمون راح يكون هنا، اوتوماتيكمون راح يكون هنا في البلاصة هذه، بصح ما يديرش ما يبان لناش. كيما قلت الريقل والزوز هذا في الأماكن تاعهم يعني هابطين شوية لهنا، هنا وهنا هابطين شوية. لاتات الأخرى راح تكون شوية هنا، نحطو ونضربه هنا بمارطو، نضربه هنا ضربة قوية بالمارطو يرجع للمكان تاعو. العملية يعني تتطلب شوية وقت وتتطلب شوية تركيز. نلوحوا الواحد البرا هذا في المكان تاعو يعني على الشكل هذا، بعد ذلك نريقلو بالتورنيديس كيما قلت لكم قبيله. ليتات هذوك يعني زوزها هذا هنا الله وعد مليح، نجيب الريقل هذه منه. العملية يعني تتطلب عدة محاولات، الله أعلم هكا مليح. يعني هي مش مقابلة هذيك، هكا الله أعلم مليح، هكا ربي إن شاء الله تصلح، هكا تصلح نورمالمون. الزوز هذا مريقلين مليح هكا، عشان هو الضربة لازم تكون قوية تاع المارطو. كيما هكا ركبت معانا، ها هاي ركبت، نزيدها نزيد لها ضربة برك زوز ركبو واحدة ما ركبتش. رجعت هذه مكانها صاي. بالكيفية هذه يعني حاجة سهلة، خلاص تتطلب شوية تركيز برك، يعني الخدمة كاملة بالتورنيفيس هذاك. ريقلو ليتات هذوك يعني نوجدوهم يعني في الطريق تاعهم، بعد ذلك يعني والضربة تاع الواحد تاع المارطو لازم تكون قوية. وهذا ما كان، نتمنى تستفادوا من الفيديو ومشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.